خارج حدود التوقعات، وربما يخالف ما فعلته عادات وتقاليد المملكة الأردنية الهاشمية. فالإعلامية الكويتية حليمة بولند انتقدها جمهور الأردن بسبب ما فعلته في جلسة وضعت خلالها طين البحر على جسدها، فما القصة؟ صنفها جمهور المملكة الأردنية الهاشمية بأنها تفعل ما لا يتفق مع عاداتهم وتقاليدهم. فالإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت الجدل في الأردن بعد زيارتها للمملكة، فحينما هبطت الطائرة التي كانت تقلها من مطار عمان الدولي ذهبت إلى إحدى المراكز حتى تجري جلسة للاستشفاء، لكنها نشرت عبر حسابها على تطبيق سناب شات اعتبرها الكثيرون بأنها خارج النطاق ولا يصح أن تظهر بتلك الهيئة أمام جمهور محافظ. فظهرت في المقطع المصور والصور التي نشرتها بأن غطت جسدها بطين البحر المعروف في الأردن بأنه يعالج كثير من الأعراض، لكن على ما يبدو أنها نشرت الصور لجسدها الذي غطاه الطين دون ارتداء ملابس، الأمر الذي جعل الكثيرون ينتقدون هذا الظهور الغريب، فضلا عن التعليقات التي انهالت عليها بالكثير من الانتقادات لهذا المشهد الخارج. فبرأيكم، هل ترون أن كل سيدة لها الحرية فيما تفعل، أم أنه لابد أن تلتزم كل سيدة بقوانين وعادات البلد التي تزورها؟